يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنوي شراء منزل عن طريق أحد البنوك، حيث يدفع البنك للمالك المبلغ وجزء منه أدفعه أنا، لأن التمويل العقاري من البنك لا يغطي، وسيسجل هذا البيت باسم البنك، فهل هذه طريقة صحيحة؟ طيب، اللي سلمه البنك يأخذ زيادة عليه؟ ما يجوز، هذا قرض ولا يأخذ عليه زيادة. إذا كان البنك يبي يقرضك قرض ما في زيادة مساعدة لك فلا مانع، ترد عليه المبلغ فقط من غير زيادة لا بأس. أما إن كان يقرضك بعض ثمن البيت ويأخذ عليه زيادة فهذا ربا صريح. نعم.